سأقضي الساعات الخمسين التالية مدفوناً وأنا على قيد الحياة. قد يكون هذا أغبى عمل للآن. أغلق التابوت علي. أهلاً وسهلاً، لدي كاميرا هنا وهنا وأخرى عند قدمي. توقف. جاهزون. هل تسمعونني؟ أجل، أسمعك. ادفنوني حياً. حسناً. إنه أمر مرعب. يا للهول. والآن يمكنني الشعور بثقل التراب فوقي. مرحباً. أهلاً. إنها المرة الأخيرة التي سترانا بها في العالم الخارجي. جيد. ها قد بدأنا. يقول ها قد بدأنا، لذا أعتقد شيئاً سيحدث. لا. هل امتلأ؟ لا. حسناً، سرعوا التصوير. أنزلوها. يا للهول. أوه. حسناً، سأسقطها الآن. إليك هذا، انتهينا. هل تم وضع شاهدة القبر؟ أجل، تم وضعها بلطف بالغ جداً. التحدي قد بدأ رسمياً، وسأقضي 50 ساعة مدفوناً على قيد الحياة بالتابوت. أنا خائف. هل يوجد أي إثبات على وجودي هنا؟ أو يمكنكم أن تدوسوا علي. حسنا، ألقوا نظرة على صندوق سيارة طارق. لما نذهب لسيارتك؟ لا أعتقد أن إن خرجت لأي سبب كان قبل الوقت المحدد فسيتوجب عليكم صعقي. أي جزء من جسدك تود صعقه؟ أين يصعق الناس عادة؟ في الأسفل. أشعر بالحاجة إلى قضاء حاجتي. فلم يمضي سوى ساعة. كلما خضت تحديا كهذا يقول الناس مزيفون بسبب قضاء الحاجة. فهذه هي الطريقة. سأعود بعد قليل. أشعر بتحسن كبير. حسنا جيمي. تصبح على خير جيمي. تتساءلون عن كيفية بقائه على قيد الحياة. هناك مكيف هواء موصول مباشرة في تابوته. نراقبه ومعنا مسعف. سيكون بخير إلى أن يسعق. صباح الخير جميعاً. إنني نجوت من أول ليلة قضيتها مدفوناً. ثمة ذبابة هنا. كيف وصلت إلى هنا؟ أنا مدفون على قيد الحياة. جيمي، هيا استيقظ. استيقظ. الساعة الواحدة بعد الظهر. أنا مستيقظ. استيقظ. إن أجبتهما فسيستمران. حسناً، سأقضي حاجتي هنا على قبرك. أفضل ألا تفعل. ماذا لو تسرب إلى قبري؟ كريس. كريس، لا تفعلها. جيمي، هل تسمع الصوت؟ هل يفعلها حقاً؟ هذا الصوت أسوأ من صوت ساعي. وما الذي يمكنك فعله؟ أنت في حفرة أيها الأحمق. لا مزيد من الحديث معك. لم يعد علينا التعامل معه الآن. ظننت أنني سأحظى بدعم نفسي كأن يشغلا لي كتاباً صوتياً، ولكن لا، يقضيان حاجتهما فوق قبري. هاي كريس. نعم، كيف كان شعور الوقوف على ساقين؟ لا أتذكره. حالياً أشعر بشعور الجلوس، ولكنني سأخبرك عندما أبدأ بالوقوف. أكرهه. هاي كارل. ما الأمر يا كريس؟ ما رأيك بتناول مشروب وبعض البيتزا أو شيء ما؟ أتود تناول شيء يا جيمي؟ يمكننا الفوز بأن نكون أكثر إزعاجاً. لا يكفاني عن هذا، مزعجان. أصمتا. ثمة قطار قادم يا جيمي. إن فتحنا الغطاء الخلفي للجهاز فسنجد بطاريات، وإن قمنا بنزعها هكذا فسنضع حداً للمزعجين. يعتقدان أنني ما زلت أسمع. سأتغوط اليوم في صندوق صغير على عمق أكثر من مترين تحت سطح الأرض. أجب. هاي جيمي، أجب. هل يقفز كريس على قبري؟ سأعيد البطاريات إلى مكانها. نزعت البطاريات من الجهاز منذ نصف ساعة. هذا غش. صوت الذبابة. هل أخبرتكما عن ذبابتي الأليفة؟ لا، أخبرني فأنا مهتم. لست مهتما. وسوف تقوم بمقاطعة. أريد أن أتحرك لكن لا أستطيع. لما التوابيت صغيرة؟ محبوس في صندوق في أعماق الأرض. بدأ الأمر يؤثر به. سأكتشف الجانب الآخر من التابوت. تمنوا لي الحظ. حسناً. فلنكمل هذه الرحلة. هل تروني؟
هل يمكنني حمل هذه الكاميرا بأصابع قدمي؟ يا للهول، هذا أروع شيء قمت به. وصلت إلى الجانب الآخر من التابوت وما وجدته هو وسادة. جيمي، لا أعلم إن كانت هذه الزاوية تروق لي، فلا أرى سوى قدميك وهذا مقرف. ونرى القارورات المليئة بالبول. ألن يكون الفيديو رائعا؟ أقدام وبول. مشتاق لجيمي الثاني. تريداني أن أعود إلى الجانب الآخر لأنكما تفتقداني؟ فعلتها. كانت محاولة الاستدارة أصعب لأن الجهة الأخرى ضيقة أكثر. شعرت بالهلع ولكننا نجحنا. جيمي، جيمي، علينا إخبارك بشيء قبل أن نغادر. أخبرني. هل غادر دون أن يخبرني؟ اسمع يا جيمي، أريد إخبارك بأن كل معدات المراقبة أصبحت في الشاحنة، فالمطر على وشك الهطول وثمة إعصار قادم. مهلا، سيضرب إعصار؟ أجل، لابد أنك في أمان في الأسفل. هل قام أحد بإجراء أبحاث عن هذا الأمر سابقا؟ ألا بحثت على جوجل للتحقق؟ نحن نبحث الآن عن جميلات روسيات في الأرجاء. hey! أرى أنك بحاجة إلى المزيد من المساعدة كي تتأكد من قدرتك على الصمود 50 ساعة كاملة. مهلا يا رفاق، توقف، أشعر بذلك. ها؟ اسمع يا جيمي. ماذا يا كار؟ نجحت رسميا بالبقاء تحت الأرض مدة 24 ساعة. حقا؟ ما هو شعورك بعد قضائك 24 ساعة؟ ظهري يؤلمني، أشعر برهاب الأماكن المغلقة، ضجر ورائحة سيئة. أشم رائحة البول. تناولت اللحم المجفف ووفر الفانيليا. لا أشعر بشعور جيد. هذه جميع أزرار التحكم في إضاءة القبر. ماذا يحدث؟ هل يمكنكم تغيير ألوان الإضاءة؟ انطفأت الأضواء. أعيد إضاءتها. أعد تشغيلها. أوه. هذا ليس مضحكا. لا أعرف كيفية تشغيله. هذا يبدو رائعا، أبقياها هكذا. لا، انظر، ما رأيك بهذا اللون الوردي أفضل. أنا أستمتع بوقتي في تابوتي. هاي، بينما هو نائم سنحفر نفقا إليه. لما تهمس؟ إنه مدفون تحت الأرض. وجهة نظرك صائبة. هاي، أجل، انظر إلى هذا. سنصل إليه بوقت قصير لنواصل الحفر ونسرع الزمان. كريس، كيف لنا ألا نجد جيمي؟ انظر للحفرة، إنها أكبر من التي وضعناه فيها. أجل، إنها بالفعل أكبر من الحفرة التي وضعناه فيها. كار، ماذا هناك؟ تحاولان الحفرة للوصول إلي، أسمعكما. أتسمعنا عبر اللاسلكي؟ صوتكما قادم من اليمين. على يمينك، هل ستخبرنا بالإحداثيات نحو اليمين؟ اذهب نحو اليسار وستصل. لقد قمت باختلاق كل هذا توا. يبدو أنني وصلت لشيء ما. هل تسمع؟ هي، هل هذا هو بالفعل؟ أجل. أجل، وصلنا إلى جيمي. كم استغرق منكما حفر هذه الحفرة؟ نحو ساعة من الوقت، ساعة كاملة. لماذا؟ اشتقت لرؤيتك. دعوا الأمر لصديقي وسيحفران نفقا للوصول لتابوتي لإلقاء التحية علي. حسنا، إذن لما حفرتما هذه الحفرة؟ ما الفائدة؟ سنرسل لك رسالة. حسنا، أعني أرسلتماها دواً؟ ما الداعي للحفر؟ بالتأكيد لم نفعل هذا لأننا نفتقدك، بل لأننا أردنا فعل هذا. هو تباً، لم أنتبه لها. هل رأيتموها؟ حفرا حفرة لوضع ورقة كهذه إلى جانب تابوتي. هل ثمت شيء آخر أم لا؟ ماذا تقصد بهذا؟ أهذا الهدف من حفركما هذا النفق؟ أجل، هل أنتما مراهقان؟ أجل، لقد أعدنا دفنه وسنجلس فوقه. إنها قوة التعديل يا عزيزي. حسناً، من الجنوني أن جيمي يرقد تحتنا الآن، وأنا سأشعل النار فوقه تماماً. إننا مجرد شبان يتسكعون، أنا وكريس وجيمي في الأسفل. بعد 20 ساعة سنستخدم هذه لإخراجه. أعتقد أننا على وشك التخييم فوق جسد جيمي، وسنراكم في الصباح. حسناً جميعاً، ظهري وخاصرتي يؤلمانني جداً. وأنا متعب جدا، أراكم في الغد يا رفاق. الثانية بعد الظهر ولا يزال كريس وكارل نائمين، وأنا وحيد فصديقاي لا يكترثان كفاية لزيارتي، ونولان الوحيد الذي زارني. يبدو المكان كمدينة أشباح، فقد تركاك وحيدا. على الأقل ناما جيدا. لدي سؤال لك، هل تغوط؟ أريد ذلك، ولكنني قررت تأجيل الأمر. أمامي أقل من 10 ساعات ولن أفعلها في هذا التابوت، أفضل أن أصعق حرفيا. كبحت حاجتك للتغوط 40 ساعة، عمل بطولي. شكرا لك. أنا عكس تشاندلر. هطل المطر ودمر الخيام، لن ننام هنا، وجيمي لا يزال في الأسفل. هو ينام متمددا وأنا نمت في سيارتي بوضعية الجلوس. من الفائز الحقيقي الآن؟ كريس. ما الأمر؟ أريد الخروج، سئمت من المكوث، اصعقني. هل أنت جاد؟ لا، غبي. لما قد أخرج قبل الموعد؟
موعدي بثلاث ساعات. شعرت بالساعات الخمسين هنا وكأنها أسبوع، واعتدت أن أكون محاطا بكميات من التراب. مرحبا، هل أنت من يحفر كارل؟ أجل، نحن نحفر الآن. لا، ذلك كان تهكما. سأبدأ الحفر، أعتذر، فلم أكن أحفر سابقا. اسمع يا جيمي. نعم كريس. لدينا مفاجأة لك هنا. أخبرني إن كنت تسمع. ما الذي تفعلانه؟ لا أملك ولاعة. هلا جلبت واحدة؟ بالطبع. سأقوم ب... هل هذه الولاعة مناسبة؟ أجل، ستفي بالغرض. هل تطرقان الأرض بمطرقة؟ أجل. إنها ألعاب نارية. العالم الخارجي مجنون يا جيمي. احتفال ببقاء ساعة. هل تشم رائحة الدخان؟ في الواقع لا. نعتقد أنها ستصل إليك عبر نظام التهوية. مهلا، حقا؟ أجل، لن نطلق الألعاب النارية بعد الآن. بناء على طريقة قولك فستفعلانها ثانية. شكرا على إعلامي. هيا ابتعد ابتعد. تباً. يشبه حدوث هزة أرضية. قوموا بالتصوير، أريد المشاهدة. لحظة، نحن نصوره أصلاً من أجل المقطع. ثلاث دقائق ويمكنني مغادرة هذا الصندوق. امتلأت عيناي بالدموع، أنا سعيد. ثلاثة، اثنان، واحد. قضيت رسمياً 50 ساعة وأنا مدفون على قيد الحياة. مرت 50 ساعة، أخرجوني من هنا. نفعل ذلك. يهتز تابوتي بكامله مع كل ضربة على الأرض. هذا لن يتكرر. ها قد تكرر. انتهى التحدي قبل 10 دقائق ولا يزالون يحفرون. جيمي، أخرجوني، أرى مجرفة. جيمي، ها هي ذي، ها هي. مر زمن طويل منذ أن رأيت العالم الخارجي. تعتريني سعادة غامرة. يا للهول. جيمي، مرحباً. ها هو ذا. أخرجوني من هنا. الجو حار هنا. انظر إلى كل قارورات التبول تلك، رائحتك كريهة. لأننا لا نزيف التحديات أبداً. يا للهول، يجب عليك دفن هذه الملابس. خطوة غبية، أشعر بصداع وأتضور جوعاً وداعاً. أبعد هذه الكاميرا.